السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شباب؟ عاملين ايه النهاردة؟ جبنا لكم فيديو جديد، والفيديو النهاردة ازاي تدي الكاتراكس للكلاب. عندنا النهاردة اوريو، كلب جولدن عنده 4 شهور، عمره ما خد كاتراكس. هندول لأول مرة معاكم، ونشوف ازاي بيتاخد. لان انا كنت عامل فيديو هسيب لكم الرابط بتاعه، بتدوه كام مرة وكده، هسيب لكم الرابط بتاعه تحت. بس خلينا دلوقتي نوريكم ازاي هندهوله. طبعا انا اللي هصور نفسي، فصعب شوية ان انا استعمل الايدين في ان انا افتح له بقه كده، فهنشوف مع بعض. المهم معانا اوريو النهارده، كلب جولدن، 4 شهور، تمام. هنديله الاربع برشامات، التلات برشامات معلش. فهنوريكم الطريقه دلوقتي. افتحوا كده. طبعا انت لو مش هتعرف تفتح بق الكلب، لو الكلب شرس يعني، ممكن تديها له في دماغه او مع الرجول كده. بس هو مادام اوريو سهل، او كيتا برضو سهل على فكره. بصوا شوفوا هنمسك بقه ازاي، تمام. بلع اول حبه، اتاكد ان هو ايه ما تفهاش في الارض، تمام. اديله الثانيه، حاول اوضح لكم المره دي اكتر. بس يا اوريو الشمال التانية اهي، اهي صغيرة خالص، اديها له ازاي كده اهو. شايفين بقه؟ خلاص كده اخد التانية، بقى التالتة والاخيرة. اهي صغيرة خالص، تمام. بلعهم كلهم يعني من غير ما يغلبنا اصلا. هي فيها طعم حلو يعني، مسكرة. هي بتاعت بني ادمين اصلا، ب3.50 جنيه. طبعا الكلب دوت مش واكل من امبارح، لازم بطنه تبقى فاضية عشان تعمل مفعول حلو. فالكلب دوت مش واكل بقاله كام؟ بقاله بتاع 8 ساعات او 10 ساعات، تمام، في الحدود دي. برضه مش هتاكله لمدة 10 ساعات يعني، قول لحد الساعة 6 الصبح تبدأ تديله الوجبة بتاعته او الوجبتين، تمام. متنسوش تحطوا لنا بقى اللايك، وتنزلوا تشوفوا الفيديو كامل بتاع حلقة الديدان. متنسوش تشتركوا في القناة. معاكم أخوكم تيركس أوريو، مع السلامة.